لما نتكلم عن العالمين لازم طبعا نفرد مساحات للمشروعات اللي تمت على أرض مدينة العالمين، مشروعات كبيرة جدا وتمت كلها بالتوازي في نفس التوقيت، شركات كتيرة جدا موجودة هنا، عدد كبير جدا من العمالة والمهندسين موجودين لإنجاز هذه المهام الصعبة اللي بتنفذ في وقت قياسي للغاية، عشان نشوف في النهاية المشاريع دي مشاريع كتيرة اكتملت ومشاريع كمان يا جمانة خلاص قربنا ننتهي منها. صحيح يا شاذلي، يمكن واحنا بنتكلم عن هذه المشروعات من اهم هذه المشروعات الموجوده في مدينه العالمين الجديده الحقيقه هي المدينه التراثيه. ايه هي المدينه التراثيه؟ ايه اللي موجود فيها؟ خلينا نتابع هذا اللقاء اللي اجراه شاذلي عشان نعرف كل هذه التفاصيل. على هامش تغطيتنا لمهرجان العالمين في نسخته الأولى قلنا ناخد حضراتكم كده في جولة عشان نتعرف على عدد المشروعات اللي بتتم هنا على أرض مدينة العالمين. مدينة العالمين الجديدة ناس كتيرة جدا بتشبهها بالعاصمة الإدارية الجديدة لأن فيها عدد كبير من المشروعات اللي بتتم على أرض مدينة العالمين. تقريبا كنا يوم 16 يوليو من عام 2021 كنا موجودين هنا، صباح الخير يا مصر، كان موجود هنا عشان يرصد حجم المشروعات اللي بتتم في المنطقة التراثية اللي احنا موجودين فيها وتحديدا موجودين في المسرح الروماني عشان نشوف حجم الإنجاز، معدلات الإنجاز وصلت لفين، وكمان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المنطقة التراثية اللي موجودة داخل مدينة العالمين. هتعرفنا على كل هذه التفاصيل المهندسة فدوى خضرة، هي مهندسة من إحدى الشركات المنفذة لهذا المشروع. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك. وأهلا وسهلا بيك. عايزين في البداية بس نشرح للناس طبيعة المنطقة التراثية وما تحتوي عليه. طيب احنا في المشروع هنا، المشروع اسمه مشروع المدينة التراثية. المشروع ده بيضم عدد، المشروع ده يعني مبدئيا هيكون واحد من الاماكن الترندنج جدا في الساحل الفترة اللي جاية، هيكون هوت سبوت كبير جدا. المشروع مبدئيا الجزء اللي بيخص شركتي بيخص بموجود فيه مجموعة من المباني كبيرة جدا زي المسرح الروماني اللي احنا حاليا واقفين فيه، مبنى الاوبرا، مجمع سينمات، مكتبة، متحف. احنا هنعوز شرح الكل حاجة من دي او على الاقل الحاجات اللي انتم مختصين بيها في الشركة وصلت لفين؟ كل المباني اللي انا بكلمك عليها دي احنا مختصين بيها في شركة اوراسكوم. فانا زي ما بقولك احنا بنضم مجموعة كبيرة جدا من المباني، المباني دي ميجا بروجكت مش موجود زيها تماما في المنطقة اللي احنا واقفين اللي احنا موجودين فيها حاليا. وفعلا زي ما بقول لحضرتك الفترة اللي جاية يعني بس اول ما يبتدي تشغيل في المشروع حقيقي المكان ده هيكون سبوت سياحي لكل الناس الموجودين في الساحل والناس اللي بتيجي من كل الأماكن تيجي للمكان ده. وهرجع تاني أقول لك إن في مباني كتيرة جدا جدا يعني فعلا فعلا هتجذب السياحة للمنطقة دي زي مجمع السينمات، الأوبرا، المكتبة، الإكسبيشن هول، عندنا أرض معارض بمساحة كبيرة جدا، والرومان ثياتر زي ما أنتوا شايفين هنا. وزي ما أنت قلت أنت كنت موجودين معانا من سنتين أو ثلاثة، فأكيد أنتوا شايفين نسبة الإنجاز العالية اللي موجودة حالياً في المشروع. عايزينك برضو تشرحي لنا يعني حضرتك هنا بقالك قد إيه؟ أنا هنا بقالي في المشروع سنتين. طيب يعني شفت الموضوع يعني اول ما جيتي مثلا تبداي هنا شغل على الاقل في المسرح الروماني كان الوضع عامل ازاي؟ دلوقتي بقى عامل ازاي؟ لا طبعا احنا انا اول ما جيت كان المشروع حقيقي المسرح الروماني كان خرسان خرسانات، بس احنا دلوقتي لو نقدر نبص حوالينا هنلاقي انه خلاص احنا شبه قربنا نبقى على تشغيل الجي ار سي راكب، الهاند ريلز راكبه. لا يعني احنا تقريبا خلاص قربنا ان احنا نبتدي نقدر نعمل ايفنتس ونقدر نشتغل في البروجكت. يعني بنسبه كبيره جدا بيعتبر الرومان ثياتر من المباني اللي خلاص نسبه تشغيلها ابتدت خلاص او نسبه الانجاز فيها واصله لنسبه 80%. او هنسلم قريب، هنسلم قريب جدا طبعا، لان هو خلاص. هو بص يعني انا لو الكاميرا جايبه معانا هنلاقي انه الهاند ريلز راكبه، الجي ار سي خلاص بيتفنش، الريبير بيتعمل، فاحنا اوريدي نعتبر خلاص قربنا نخلص. لو بنتكلم على ده على المبنى ده الرومان ثياتر خلاص يعني. واحنا لسه موجودين برضو في المبنى ده عايزين نعرف عدد العماله اللي اشتغلت فيه قد ايه. والله لا انا النسبه ما اقدرش اقولها لك بالظبط، بس لكن انا اقدر اقول لك ان الرومان ثياتر ده هيقدر يشيل 1000 شخص، يعني 1000 شخص يقدر يقعد كاودينس. وطبعا عندنا مسرح بمساحه كبيره جدا يقدر يقبل يعني استعراضات كبيره وبانس كبيره وكده. وطبعا غير ان احنا عندنا تحت المدرج هنا عندنا غرف لتغيير الملابس والحمامات وكل الفاسيلتيز اللي اي مسرح بيحتاجها عشان خاطر يشتغل بالفول برفورمانس بتاعه. عظيم. دايما لما يكون في مهرجان، واحنا بنتكلم طبعا مهرجان العالمين في نسخته الاولى، بيكون المهرجانات دي ليها تاثير على المكان والمكان كمان ليه تاثير عليها. توقعاتك ايه؟
والله انا توقعاتي اول ما المشروع هنا يشتغل، وده مش عشان انا والله بشتغل في المشروع، ولكن حقيقي حقيقي المباني والحاجات اللي هتبقى موجوده هنا هتسحب كل السياحه وكل الاماكن الترندنج في الساحل هتسحبها للمكان هنا، لان المكان هنا كل مبنى وكل حته كلاندسكيب كمباني كاي حاجه فعلا كل حته ليها طابع خاص وليها طابع معماري خاص وبتهتم قوي بالحضاره بتاعتنا وكده، ففعلا المكان ده هيكون مميز جدا ان شاء الله. طيب بقيه المباني اللي انت ذكرتيها دلوقتي هل برضو قربنا ننتهي منها ونسلمها؟ إيه على حسب، يعني مثلا مبنى ارض المعارض اللي هو على الشارع من بره ده قرب يخلص تماما. مبنى الاوبرا احنا شغالين فيه حاليا، بنزل الواجهات الخارجيه ابتدت تخلص، ولكن طبعا انت عارف مبنى بحجم الاوبرا يعني مبنى كبير جدا فهيحتاج شويه شغل اكتر او لسه قدامنا وقت فيه. مبنى السيتي هول يعتبر خلصان اصلا، ده خلصان كمان من بره اكستيرير وانتيرير. مبنى المكتبه خلصان واجهات بس، ولكن كل الحاجات دي وانس ان احنا بس نبتدي نخلص المباني اللي هي في الفيرست فيز اللي لازم نخلصها سريعا كل المباني التانيه هتشتغل. طيب عايز اكلمك شويه عن العماله والمهندسين الموجودين في المواقع، هل كلهم من مناطق قريبه من هنا ولا جايين من محافظات مختلفه؟ والله انا شخصيا من اسكندريه، ولكن طبعا قريبه يعني انا بروح وارجع عامه كل يوم، ولكن في ناس طبعا من القاهره، في ناس تانية من محافظات اخرى، ولكن الناس اللي بيبقوا ابعد من اسكندريه اكيد بيقعدوا هنا في العالمين، لكن الاسكندريه عادي بيروحوا ويرجعوا يعني. طيب الاقامات هنا عامله ازاي؟ ومثلا لو حد جاي من محافظه غير المحافظات القريبه مثلا بيقعد قد ايه، بياخد اجازه قد ايه؟ definitely rehousing على حسب بقى كل مشروع على حسب البوليسي بتاعته، يعني احنا مثلا ممكن ينزل كل ويك اند، ممكن يقعد اسبوعين وبعدين ينزل لونج ويك اند، يعني على حسب. باشمهندس انا شايف ما شاء الله مبنى الكنيسه اعتقد ان هو بيتسلم دلوقتي. هو فعلا احنا في النهايات خلاص، احنا طبعا ملتزمين بتاريخ تسليم معين، فهو فعلا في النهايات في التقفيلات الاخيره. يعني معدلات انجاز وفق ما كان مخطط ليها؟ طبعا بص، طبعا في كان ضغط كتير وكان في عماله كتير وكان في التزام بمواعيد كان لازم ان احنا نقفلها، لمواعيد صاله، لمواعيد افتتاح، مواعيد زيارات، فإلى حد كبير طبعا التزمنا بالمواعيد وبالمعدلات طبعا. طيب حضرتك هنا بقالك قد ايه؟ انا بقالي اكتر من 5 سنين في المشروع ككل. يعني كان لسه صحراء اعتقد. طبعا احنا جينا وبدانا طبعا بمباني تانية، يعني الكنيسه مش ما بقالهاش 5 سنين، بس هو المشروع مجموعه كبيره من المباني، فكنا بنبدا بيها بخطه معينه يعني، بس اهو يعني في حاجات كتير، مباني كتير داخله في التسليمات الاخيره خلاص يعني. طيب احنا عشان نوصل لمعدلات الانجاز دي ومباني كتيره زي ما حضرتك قلتي خلاص قربت ان هي تتسلم، معدلات الشغل كانت عامله ازاي؟ طبيعه العماله، الورديات، المهندسين الموجودين؟ بص طبعا كان في ضغط في فترات كبيره، خصوصا مواعيد التسليمات، خصوصا ان بتبقى الاجازات احنا مش ملتزمين بيها يعني بكميه كبيره، اجازات كتير كنا كلنا مفيش اجازات، مش هقول لك يعني للاسف لا في شغل لان احنا ملتزمين بمواعيد، وطبعا الاتموسفير بتاع الشغل اللي حواليك انت مش بتتحكم فيه 100%، فانت لا لازم تضغط اللي تقدر تضغط عليه على قد ما تقدر بتعمله يعني. باشمهندس انا عايز اعرف بس الشركه بتاعتكم مسؤوله عن تنفيذ ايه بالظبط في المنطقه التراثيه؟ احنا هنا يعني الحمد لله احنا جزء كبير من المدينه التراثيه، احنا تقريبا معانا اكتر من نص المدينه، هي المدينه حوالي 260 فدان، احنا معانا حوالي فوق ال 140 فدان منها. احنا ماسكين هنا هو جزء المسجد اللي احنا فيه دوا بالساحه اللي حواليه كلها. اكتمل المسجد اعتقد اكتمل. لا خلاص تشطيب كله واشتغل والرئيس نفسه جه فتح المسجد وجه حاضر هنا هو الافتتاح، وشغالين في الاعياد وشغالين دايما موجودين في المسجد. فينش ده كله بالهاردسكيب اللي حواليه، بالنوافير اللي حواليه، بالشغل كله اللي حواليه. في المنطقه اللي جنبه على طول خلصت برضو المنطقه التجاريه كوميرشال، دي عباره عن 9 مباني كلهم برضو تجاري، دول برضه عشان خاطر الايجارات والكلام ده كله الناس تبقى شغالين فيها. تجاري هتبقى مقرات للشركات مثلا؟ اي حاجه بقى سواء بنوك، شركات، تجاري، محلات، اي حاجه كل الكلام ده متاح فيه، هي 9 مباني كبار كلهم اي حاجه الحاجات دي كلها.